للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة عضو مجلس الشورى رضا فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. أهلا بك سعادة العضو. بداية، هناك ثلاثة مشاريع بقوانين يتم النقاش فيها داخل اللجنة. الأول يرتبط بتطوير قانون تنظيم الإفلاس، والثاني المعاملة الإلكترونية، والثالث تشجيع وحماية المنافسة. أولا، ما الدوافع وراء تطوير هذه القوانين الثلاث؟ وبداية، أعتقد في قانون أو برنامج التوازن المالي في عدد من المبادرات المهمة، وأهم المبادرات دي هو تعاون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إصدار قوانين المحفزة والمشجعة والحافظة للاستثمار. التعديل هذا جاء لأن في الدور الأول من فصل التشريع الخامس تم إصدار عدد من المراسيم بقوانين، وبالأخص القوانين الثلاثة اللي أشرت إليها. نعم. فالقوانين دي تم التصديق عليها، إلا أن بعد دراسة متعمقة وجدت بعض أعضاء اللجنة المالية أن قد يكون هناك ثغرات ولا بد من تعديل القوانين هذه. فتم تقديم اقتراح إلى أمانة المجلس، ومن ثم تم تحويل الاقتراح بتعديل بعض بنود القوانين إلى اللجنة المالية لدراستها. بالتأكيد اللجنة المالية الآن تبدأ دراسة التعديلات بالتشاور وبالرجوع إلى اللجان المختصة الأخرى مثل اللجنة القانونية واللجان الأخرى. نعم. وتستنير بآرائهم، بالإضافة إلى آراء الجهات الأخرى اللي لها علاقة مباشرة بالقوانين دي. أما ليش القوانين دي؟ أعتقد القوانين دي من القوانين المهمة، أولا لتنظيم المجال الاستثماري والاقتصادي في البلد. نعم، هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه. هل يأتي إعادة النظر في هذه القوانين من أجل دعم برنامج التوازن المالي فقط، أم أن هناك أهداف اقتصادية تحتاج إليها البحرين فعلا في المرحلة المقبلة؟ لا، هو دعم برنامج التوازن المالي هذه من الأهداف الأساسية. بالتأكيد بدعم البرنامج التوازن المالي أنت تصبو إلى دعم البرامج الاقتصادية أو الوضع الاقتصادي أو الأمور الاقتصادية في المملكة بشكل عام، وهي قوانين مستحدثة وقوانين حديثة تتماشى مع التطورات الحديثة في المجال التكنولوجيا والمجالات الأخرى اللي الشارع الاقتصادي والتجاري محتاج بشكل عام. شكرا جزيلا لك سعادة عضو مجلس الشورى رضا فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى.